ينضم إلينا من مدينة غزة دكتور منيرة البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. دكتور منيرة، مرحبا بك، شكرا لانضمامك إلينا. طبعا لنا فقط أن نتخيل مدى صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل عام، بالتحديد في الشمال في غزة، خصوصا بعد هذا الحصار المطبق على منطقة على جباليا لليوم 17 على التوالي. ولكن مع ذلك أسألك، في وزارة الصحة كيف ترصدون الأوضاع الصحية في مناطق الشمال الآن، وكيف تعيشونها وتعينونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، ونحن نعيش في مأساة حقيقية. هذه المأساة تتمثل في حصار وتجويع شمال قطاع غزة، والآن عملية نزوح تجبر قوات الاحتلال الإسرائيلي الناس بالخروج من مراكز الإيواء وبقوة النيران، وتعتقل الرجال وتجعل النساء والأطفال تخرج من شارع صلاح الدين. الحقيقة الأوضاع مأساوية بمعنى الكلمة، محاصرة للمستشفيات، مجازر تلو المجازر، مجزرة بالأمس كانت في مشروع بيت لاهيا ومدارس أبو حسين، منذ الصباح في هناك أكثر من مجزرة، تعداد الشهداء يزيد عن 28 شهيد حتى اللحظة، تعداد الشهداء من بداية المجازر على شمال قطاع غزة يفوق 500 شهيد. الحقيقة يعني ما نعيشه في الواقع الصحي أيضا، عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأندونيسي ودمر مولدات الكهرباء، انطفأت الكهرباء على المرضى والمصابين داخل المستشفى، مات 2 كانوا موجودين مصابين داخل العناية المركزة انقطعت عنهم الأكسجين وماتوا داخل المستشفى، وتم دفنهم داخل المستشفى. مستشفى كمال عدوان عليه العبء الأكبر، الحقيقة يعاني من مأساة كبيرة. عشرات الشهداء يأتون في لحظة واحدة، مصابين كثر يأتون لا يستطيع أن يفعل شيء، يحاول أن يقدم خدمة بالحد الأدنى إلا أن الإمكانيات والإمدادات لا تسعفه. كانت محاولات لإدخال بعض الأدوية والمستلزمات الطبية عبر منظمة الصحة العالمية بالأمس وإخراج بعض المرضى، للأسف الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المنظمة وأوقفها لمدة 6 ساعات على المعبر هناك أو على الطريق الواصل إلى مستشفى كمال عدوان. وعندما سمح لها بالدخول دخلت سيارات الإسعاف فقط، وأرجعت الوقود وأرجعت المستلزمات الطبية وأرجعت كل شيء. قوات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى، بقيوا حتى اللحظة في مستشفى كمال عدوان، لم يسمح لهم الاحتلال بالخروج طوال الليل وهم ماكثين داخل المستشفى. هو يتعامل بإدلال المنظمات الدولية ويتعامل وتقصد دكتور أنه منعوا إدخال تلك المساعدات والإمدادات؟ نعم، منعوا دخول الإمدادات، الوقود والأدوية وأيضا أكياس الدم. نحن بحاجة إلى أكياس الدم، لا يوجد أكياس دم مطلقا في مستشفى كمال عدوان، وكنا قد نشدنا المواطنين بالذهاب إلى المستشفى من أجل التبرع بالدم هناك لسبب الزيادة الكبيرة في الحالات الواردة إلى مستشفى كمال عدوان. الاحتلال أيضا يهين المنظمات الدولية ولا يسمح لها بعمل أدوارها، والحقيقة حتى اللحظة لم يسمح لهم بإخراج المرضى. 3 سيارات إسعاف وصلت إلى مستشفى كمال عدوان معهم منظمة الصحة العالمية لحمل المرضى، بقيت طول الليل ولم يسمح لها بالخروج الاحتلال. الحقيقة أيضا مستشفى العودة محاصر حصار شديد، مستشفى الأندونيسي لا يسمح بالخروج أو الدخول إليه. المدارس التي حول المستشفى الأندونيسي 4 مدارس تم إخراج أهلها من هناك وإجبارهم على الخروج وإحراق. طبعا حينما تقول مدارس تقصد مدارس التي تحولت إلى مراكز نزوح ولجوء الآن. نعم، هي ملأى بالنازحين.
وقد أحرقها الاحتلال الإسرائيلي، والنيران وصلت حتى المستشفى الأندونيسي لأنها بجوار المستشفى الأندونيسي. كنا نناشد بالأمس المنظمات الدولية من أجل عدم وصول النيران داخل المستشفى لإحراق المستشفى. الاحتلال الإسرائيلي الحقيقة يمنع أيضا المساعدات الدولية، يمنع يمارس دور، وهو من أقدر الأدوار التي يعني لم نشاهدها من بداية الحرب. حينما قلت دكتور منير، عفوا على المقاطعة، بالتفكير حينما نفسه قلت أنه أمس الجيش الإسرائيلي منع إدخال تلك الإمدادات والمساعدات الطبية، هل الوضع على هذا النحو منذ بداية الحصار على جباليا؟ يعني نتحدث أسبوعين أو بل وأكثر من ذلك، 17 يوما لم تدخل أي إمدادات إلى جباليا؟ نعم، الاحتلال يمنع منعا باتا دخول الامدادات ان ما كانت غذائيه او دوائيه، وما يروج له من ادعاءات باطله بدخول الامدادات الغذائيه هي وصلت الى محافظه غزه ولم يسمح لها بدخول محافظه شمال غزه. وكذلك نحن طالبنا المنظمات الدوليه بحمل بعض الادويه معها أثناء إخراج الجرحى. أيضا الاحتلال رد هذه المستلزمات الطبية والأدوية والوقود، فالمستشفيات الآن بلا وقود، بلا أدوية، بلا مستلزمات، خاصة ونحن نعلم أن الشح الكبير في الموارد وأيضا الكوادر الصحية، يعني كلها الجرحى ولا يوجد لدينا هناك أطباء مخ وأعصاب أو عناية مركزة. فأي مصاب اليوم يصاب بالرأس يموت أمام أعيننا ولا نستطيع أن نفعل له شيئا أو نتدبر أمره. الحقيقة أيضا ممارس حربا نفسية، الاحتلال ينادي بمكبرات الصوت عبر الطائرات الصغيرة إلى على مراكز الإيواء بالليل، ويخرج أصوات استغاثات ونساء تصرخ وأولاد وأطفال ينادون، ويمارس بذلك حرب نفسية على مراكز الإيواء داخل المدارس. نعم. الاحتلال ماض في خطة الجنرالات، وهو يريد تهجير ونزوح أكبر عدد ممكن من شمال غزة. لكني معرفتي بأهلي هناك في شمال غزة وأنا ابن هذه المنطقة أنهم بإذن الله أقوياء، بإذن الله عز وجل لن ينزحوا من هذه المناطق، لن يخرجوا بإذن الله عز وجل، ويفضلون الموت ويفضلون النزوح. دائما نسمعها على ألسنتهم، النزوح لن يكون إلا لله عز وجل، والصعود لن يكون إلا لله، لن نخرج ولن ننزح من أرضنا في شمال غزة، لأن الاحتلال إذا أخرج الشمال سيمتد أيضا إلى محافظة غزة، وهو عينه على إخراج شمال قطاع غزة كاملا من 400,000 نسمة أو ما يزيد إخلاء من عن سكان. ذلك، يريد إخراجهم، نعم. يريد إخراجهم عبر الخطة التي وضعها، طيب، وإن شاء والسؤال الله لن في هذه يفلحوا النقطة بإذن بالتحديد، الله. إذا سمحت لي دكتور، أنه تقول أنه أهالي شمال القطاع واضح أنه يرفضون النزوح والخروج من مناطقهم وأرضهم، ولكن بالنسبة للمخطط الإسرائيلي إلى أين يريد دفعهم للنزوح؟ لأنه حسب ما اكتشفنا بعد سنة الآن من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يبقى مكان واحد ولا شبر واحد في قطاع غزة آمن ولا تصله القذائف والصواريخ الإسرائيلية، فإلى أين ينزحون أصلاً؟ الاحتلال الإسرائيلي كان من بداية الحرب يطالب الجميع بالنزوح إلى الجنوب، وهو ما زال يصر على هذه المقولة، ويريد أن يخرج الناس إلى الجنوب. وكان مخططه أن يذهبوا إلى سيناء، وقد أعد لهم المدن هناك، وأيضا أراد بهذا الأمر تهجير مناطق قطاع غزة. لكن أمام صمود الناس، أمام صبر الناس، أمام احتساب الناس، رفضوا وأفشلوا هذا المخطط. وأيضا لم يعني بعد سنة من هذه المخططات وفشلها لم يقف الاحتلال عن تنفيذ هذا المخطط، أراد أن يعيد الكرة مرة أخرى على أقوى منطقة يعتبرها هو بالنسبة إليه المنطقة والنواة الصلبة التي يعني إذا أخرجها يخرج الجميع. فالتف على جباليا من جديد للمرة الثالثة، ويحاول إخراج أهل جباليا ومخيم جباليا وبيت حنون وبيت لاهيا
من أرضهم لعمل المخطط وأيضا لتهجير الناس ونزوح الناس. هو لا يدرك طبيعة الناس، لا يعرف مع من يتعامل في هذه القضية. الناس تفضل الموت في بيوتها ولن تخرج من أرضها، لأن هذه الأرض أرضهم، ولأن هذه الأرض لنا، لن نخرج منها مطلقا. يعني نفضل دائما الموت على الخروج. هذا مقولة تسمعها من جميع الناس، إن كانوا صغارا أو كبارا أطفالا. فهذا ديدن شعبنا، وهذا ما ينطبق على كل مناطق قطاع غزة، إن كان في مدينة غزة أو جنوب غزة. الأهالي صامدون ومحتسبون ولا يريدون الخروج إلى أي مكان. هم نعم يحبون أرضهم، هم يعيشون في أرضهم، فلذلك هم صامدون صابرون محتسبون، ولن يتركوا الأرض للمحتلين بإذن الله عز وجل. طيب، سؤال اخير اذا سمحت لي دكتور منير. تحدثنا او تحدثت قبل قليل عن عمليه الحصار الكامله المطبق وعمليه التجويع المقصود، يعني انه لا شيء من الضرورات الانسانيه المعيشيه تدخل الى مناطق شمال قطاع غزه. انت الان داخل تلك المناطق وتعيش مع الاهالي والمواطنين هناك، كيف هي يعني الحياه اليوميه لهؤلاء المواطنين الذين تنعدم لديهم ابسط ضروريات الحياه بشكل يومي الان؟ الحقيقة يعني الاحتلال يقتحم مراكز الإيواء، وقبل قليل يعني اقتحم مراكز الإيواء بجوار بركة أبو راشد وهدد الناس بالخروج. الناس وضعها أخي الحبيب كارثي بمعنى الكلمة، لا يدخل لهم مواد غذائية، يقتسمون لقمة العيش، يفترشون الأرض، يحاول الاحتلال إخراجهم من مكان فيلجأون إلى مكان آخر. تجمع معظم الناس الآن في منطقة مشروع بيت لاهيا، وهي المنطقة المحيطة بمستشفى كمال العدوان. فلذلك عندما الاحتلال قصف هذه المنطقة ليلة أمس أحدث يعني مجزرة كبيرة. كون الناس كانوا يعني ينامون ويلتحفون السماء في الشوارع، وكنا قد طلبنا منهم عبر الدفاع المدني أن بعضهم لجأ إلى البيوت المهدمة ينام في تحت أسقف هذه البيوت المهدمة، وكنا خائفين عليهم من وقوع هذه البيوت المهدمة عليهم بمجرد أي قصف في جوار هذه البيوت. فطلبنا منهم يعني أن لا يبيتوا داخل هذه البيوت المهدمة، لكن اكتظاظ الناس كانت في الشوارع. هم لا يسألون عن الطعام بقدر ما يسألون عن إفشال هذا المخطط الصهيوني بإخراجهم من أرضهم. الحقيقة إذا تكلمت عن الأوضاع فهناك مجاعة كبيرة، لم يدخل الطعام، لم يدخل الشراب، الأطفال يعانون من قلة الحليب وقلة الدواء وقلة الأدوية الخاصة بهم. هناك مجاعة بمعنى الكلمة نعم، في شمال غزة، وهذا ونحن الوضع عندما لا نتحدث يشمل 1000 أو 2000 أو 3000 شخص، نحن نتحدث عن قرابة نصف المليون نسمة في تلك المناطق. الحقيقة حتى أنا أتكلم بلغة الأرقام، وهي لغة كان الكثير يعني يشكك فيها، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي. عندما يعني قمنا بفضل الله عز وجل على عملية تطعيم شلل الأطفال الأولى، وصلنا إلى الأرقام الحقيقية من خلال يعني أخذ عينة من المجتمع دون سن العاشرة، فتم تطعيمهم. أنا أتحدث في شمال غزة ما يقارب ال 250 ل 300 ألف نسمة. أتحدث عن مدينة غزة أيضا تقارب ال 300 ألف إلى 350 ألف، لأننا طعمنا فقط 90% من السكان. فلذلك الأعداد الرسمية في محافظة شمال غزة من 250 ألف و 300 ألف. بالمناسبة لابد أن أخصكم بهذا التصريح لقناتكم الكريمة، أننا في المرحلة الثانية الآن في
تطعيمات شلل الأطفال، وقد بدأنا فيها من يوم الاثنين، وبدأنا في دير البلح وأيضا في مناطق الجنوب. إذا بقي الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة لن نستطيع أن نكمل المرحلة الثانية لشلل الأطفال، تطعيم شلل الأطفال، وبذلك سيفقد هذا المشروع بأكمله أهميته. ومطالبات المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة تطعيم الجرعة الثانية لشلل الأطفال ستبوء بالفشل بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على أن يبقى في محافظة شمال غزة واحتلالها وحصارها. نحن أمام، يعني إحنا في المرحلة الأولى طعمنا في شمال قطاع غزة ما يقارب 120,000 طفل دون السن العاشرة. إذا أصر الاحتلال الإسرائيلي على بقائه في شمال غزة لن نستطيع نحن في وزارة الصحة الفلسطينية ومعنا منظمة اليونيسيف والأمم المتحدة وكالة الغوث للاجئين أن نكمل هذه نعم. المرحلة، وبذلك سيفشل جميع المشروع للأسف الشديد. ومنادات الأمم المتحدة بهذا المشروع حفاظا على الطفل الفلسطيني ستكون قد باءت بالفشل للأسف الشديد. نعم، للأسف. شكرا جزيلا لك دكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية من قطاع غزة. شكرا لك.